يتجدد لقاؤنا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا العدد من تواصل دوت كوم إلى عناوين ملفات هذا العدد وهي متنوعة ومن مختلف أنحاء العراق. في العنوان الأول سيكون معنا موضوع عن ميليشيا سرايا السلام التي اقتحمت منطقة الكسرة في بغداد مستعينة بأكثر من 10 سيارات رباعية الدفع. في الموضوع الثاني أوضاع العراقيين اللاجئين في مخيم الهول بسوريا وهي أوضاع مأساوية للغاية والإهمال الحكومي مستمر بحقهم. في الموضوع الثالث الإهمال الحكومي يتواصل، وهنا نتحدث عن تواصل الإهمال في المشافي ومرضى السرطان في ذي قار يتظاهرون طلبا للعلاج. أما الموضوع الأخير فهو عن دمار الطرق في البصرة إضافة إلى وجود دب هارب في المدينة والتقط المواطنون صورا لهذا الدب. سرايا السلام ضاربة عرض الحائط بالقانون الغائب أصلا في العراق. ميليشيا السرايا اقتحمت منطقة الكسرة في بغداد، وأحد المسؤولين في الميليشيا يتوعد المواطنين. هو من سرايا السلام تقتحم منطقة الكسرة رتك كامل وصلاح كامل. أفعال هذه الميليشيا وجرائمها تقول بالصوت العالي إنها فوق القانون، ودليل ذلك ما سيأتي الآن. شاهدوا ولكم الحكم. فوضى مسلحة وميليشيا لا توقر صغيرا ولا تحترم كبيرا، وحكومة آخر ما يهمها أمن المواطنين ولا يتعرفون عليهم إلا لتسويق أنفسهم للانتخابات كما تعلمون وتدركون ذلك جيدا. وهم أكثر من يعرف أنهم لن ينفعوا الناس بأي شيء. ولو كان في العباد وحكومته منفعة الناس لنفعوا العراقيين الذين هجرتهم حربه في الموصل. تعرفون هذه الحرب جيدا التي استمرت إلى ما يزيد أو نحو عام من الزمن. هذه الحرب التي تعرضت لها الموصل وما حولها أدت إلى نزوح مئات آلاف العراقيين داخل العراق إلى جانب عراقيين آخرين اضطروا إلى أن ينزلوا في مخيم الهول بسوريا. هذا المخيم للأمانة يعاني مشاكل كارثية وصحية وإنسانية متعددة. شاهدوا الواقع المأساوي الذي يعيشه أهلنا في مخيم الهول، وبشهادة ممثل إحدى الجهات التي زارتهم. طبعا الحكومة الحالية لا تهتم لنازحين، فهي غير معنية بهم لانقطاع المصلحة. لو أن الانتخابات تجرى في خيام النازحين لرأيتم المسؤولين يحضرون يوميا إلى مخيمات النزوح. شاهدوا ومن ثم لا نعود. هنا زيارات فقدية المخيم الهول، اطلعنا على حال كثير من الحالات المرضية في المخيم، وأهم الحالات الصحية يعني الطبية، نقص بالعلاجات، نقص بالأدوية، موجود هلال أحمر، لكن العلاجات المطلوبة غير متوفرة في المخيم. ومخيم ما تقريبا يسع إلى 10,000 شخص. نحن دورنا كمنظمة عالمية لحقوق الإنسان نطالب الحكومة العراقية وحكومة الإقليم
بتسهيل وتسريع إجراءات عبور النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري إلى محافظة صلاح الدين إلى العراق، حيث الوضع يرتله صراحة في المخيم. العدد كبير جدا، حالات مرضية خطرة جدا، إصابات بأمراض جلدية، أمراض يعني أمراض مزمنة مثل الضغط السكر. صراحة كوادر طبية توجد لكن علاجات لا توجد. فنحن نطالب من الحكومة العراقية، من حكومة الإقليم، من وزارة الهجرة والمهجرين التعجيل والإسراع بتسهيل عبور النازحين من مخيم الهول إلى الحدود العراقية إلى محافظة صلاح الدين عبر إقليم كردستان. فرحان صالح التركي، مدير مكتب المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في سوريا. أوضاع أهلنا هناك في مخيم الهول ليست بحاجة إلى كثير من الكلام، وإنما للأفعال. يريدون الدواء والغذاء والكساء، يريدون من يتذكر أنهم عراقيون ومن ذات الجلدة. أيها العراقيون، إذا تغافلت الحكومة متعمدة فلا تنسوا أهلكم. عودة جديدة إلى العراق، والآن إلى الإهمال الصحي الذي على ما يبدو أصبح نمط حياة معمولا به في كثير من المستشفيات العراقية. أحد الآباء يشكو إهمال أحد المشافي، وكيف أثر أطباء هذا المشفى على سلامة ولده الذي كسرت ساقه. نتابع معا. هذا أبو الفضل ابني، كسرت رجله اليمنى، هاي مكسورة، وطول الدكتور صبوا له هاي وعافوا هاي المكسورة. هاي مستشفى الشوادر، ماشي، هاي الدكاترة مال مستشفى الشوادر. هاي المكسورة صبوا له هاي وعافوا له هاي. جيت للبيت باوعد، يلا فقست بيه. هاي مستشفى الشوادر، الدكاترة مالتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان في مثل هذا الموقف يحتار، هل يضحك من جهل وإهمال هؤلاء الأطباء، أم يحزن على حال هذا الطفل؟ يتركون قدمه المكسورة ويقومون بجبر قدمه غير المكسورة، يعني فوق الألم الذي فيه تسببوا له بألم إضافي وأكبر. للأسف، أين الأشعة؟ أين الأطباء المتخصصون؟ أين من يتفقد ويتحقق من الحالة كما يجب؟ لا قم بجبر هذا القدم دون أن تتحقق من إذا ما كان هو القدم المصاب، أو أنك تليته بإصابة جديدة للأسف. وإن من المأساة ما يجبرك على الضحك غماً وليس ضحك من قبيل السعادة. على ما في الأمر من غصة وعلى ما فيه من إحباط يجعل العراقي يشعر أنه يعيش في بيئة لا يأمن فيها على نفسه ولا على صحته كما شاهدتم، ولا على صحة عياله. كل هذا دعونا نعده طبيعياً. نعم، أنه قام بجبر القدم الخطأ دعونا نعده طبيعياً، لكن غير الطبيعي وقع في ذي قار. شاهدوا هذه الصور. في هذه الصور يظهر مرضى مصابون بالسرطان وهم يقفون أمام صحة ذي قار احتجاجاً على عدم علاجهم. هؤلاء المرضى يطالبون بتوفير العلاج اللازم لهم. أن يضطر مريض السرطان إلى التظاهر مطالباً بحقه، بالله عليكم أين الإحساس بهؤلاء؟ أين المسؤولون؟ أين وزيرات الصحة ومن حولها من الوكلاء والرؤساء؟ أصبح الناس مجرد أرقام عند مسؤولين مستبدين لا يهمهم إلا تحقيق مصالحهم فحسب. ما رأيكم لو ألقينا نظرة على طريق تمر منه شاحنات في البصرة الآن، وهو الطريق الرابط ناحية صفوان بميناء أم قصر في محافظة البصرة تحديداً؟ نستمع الآن إلى شكوى أحد السائقين، ومن ثم نعود إلى خبر داخل البصرة ولكنه مختلف نوعا ما. وان هذا طريق الميناء الترابي استبدينا به. يا أخو ما قلنا لهذا الطريق، هذا الطريق لا الله يرضى بيه ولا عباده. ويا ريت مكان ما بي فلوس او هول مكان يعني فد منطقه مهجوره. شوف 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 شوف
باب اللي باب. هذا هو لوت حسب على تبليغ جاب سنة. الله خلصت. وين هذا الطريق؟ هذا الطريق باب عليه. ليس هذا كل ما يحدث في طرقات البصرة، فمن الطرق التي لا تجد إعماراً ولا اهتماماً من المسؤولين إلى شوارع البصرة، هذه المرة الزائر من نوع مختلف، ليس مسؤولاً لتسويق نفسه لغرض الانتخابات، وليس وكيل وزارة شاهد الزائر الجديد، أو ربما يصح أن نطلق عليه الزائر الهارب. هل رأيتم هذا الزائر الهارب؟ طبعا هناك من يحمد الله عز وجل في ظل غياب الرقابة الأمنية في الشوارع كما لاحظتم. من الجيد أن هذا الدب لم يقذف بالحجارة ولم يتعرض إلى أذى. المواطنون لاحقا حصروا الدب بعدما تجول فترة من الوقت في شوارع البصرة. شاهدوا. تعبوا بذرق. تعبان تعبان ميت. ولا اعترقت روحه. وين كان هو هذا؟ وين عد من هذا الرجال مربي؟ والله ما ادري منين جاي. تعال لي هذا وين كان؟ اي والله. ايه كابينه كابينه. هذا ياكل هذا ها؟ ياكل كل شيء. يلا ولد لحد يطمنا. انت ايش عندك هنا؟ انا ابو الدب. ابو الدب؟ جاب الدب وشغل من عندك؟ من السيارة. من السيارة وشابين جايبينه بشاي بغي يحطونه بقفص بشي. غير قفص بشرة. ايه كابينه كابينه كابينه. ليت كل مشاكل العراق كهذه المشكلة. المضحك المبكي فعلا، لا حرمكم الله الابتسامة في ظل ما نعيش من صعاب وآلام لا تنتهي الآن. نذهب وإياكم الآن إلى فقرة آراءكم. في آراءكم تحذيرات من وزارة الداخلية من حزب البعث يتضمن إرسال قياداته لحث مؤيديهم للقيام بتظاهرات في البصرة وذي قار، شعارها عدم انتخاب الفاسدين واستهداف مقرات، كما تحدث عن ذلك استهداف مقرات لجهات ربما تكون مشاركة في الانتخابات. الآن سنعرض عليكم هذه الوثيقة، وثيقة أمنية من ديوان المحافظة تؤكد هذه الوظيفة أو الوثيقة تؤكد أن التظاهرات تستمر لغاية عقد الانتخابات كما جاء في متن هذه الوثيقة، وسط ردود فعل سياسية حيال ذلك، بعضها نفى ما أوردته الوثيقة وآخرون أكدوا أن ما جاء فيها صحيح، وهناك من قال إن الحزب انتهى وطويت صفحته، وهناك من سمى الأمر من المحتجين محاولة للتغطية على فساد الطبقة السياسية التي تتحكم بمقاليد الأمور منذ احتلال العراق عام 2003. عموما تعالوا نرى كيف علق مواطنون على هذه القضية. في التعليق الأول ناجي التميمي يقول: بطلوا هاي الأنغام الطائفية والبعثية، هاي سوالفكم ما تطلع إلا قبل الانتخابات. ليش هو وين ظل بعثي بالبصرة؟ الناس ميتة جوع والبطالة وصلت أعلى مستوياتها، والزبل ترسى الشوارع، والتسليب والسطو صار مهنة بوجود هيج حكومة، وانت تقول مظاهرات بعثية، محضرين أعذاركم أفعالكم سابقا. ناجي يقول إن هذه الوثيقة لا أساس لها من الصحة، وإنما هي عبارة عن دعاية قام بها من يروجون للانتخابات حتى يحذروا ويقولوا إن المقاطعين لهذه الانتخابات إنما قاطعوها بطلب من حزب البعث. نذهب الآن إلى تعليق جديد. أبو ياسر الشمري كتب: ما تبطلوهن قبل كل انتخابات، لو تسوون انفجارات لو راح يرجعون البعثية حتى العالم تنتخبكم حتى تغطون على فشلكم يا سفلة. انتم ناس حرامية نكرات، شنو هاي الأفلام؟ صيروا خوش أوادم واتركوا البوق والسلب. أبو ياسر يعني مجموعة من الشتائم بين مزدوجين موجهة إلى جهة معنية بذاتها، يقول: دعوكم من السرقة، دعوكم من اللصوصية، دعوكم من النصب والاحتيال على العراقيين، لا تكذبوا عليهم، ما عادت أكاذيبكم تنطلي على العراق الذي أصبح مؤمنا تمام الإيمان أنكم لا تخدموه وإنما تخدمون مصالحكم فقط
وأجندات خارجية تتبعون إليها بالمناسبة. الآن نذهب إلى تعليق جديد. علي العقابي العقابي يكتب: نظراً لإفلاس الطبقة السياسية بعد أن أدركت عدم مقبوليتها في الشارع العراقي وأن الشعب عازم على عدم انتخابهم هذه المرة، راحت تروج لحيلة جديدة توهم بها المواطنين بأن الذين يريدون انتخاب أو بأن الذين يريدون عدم الانتخاب هم البعثيون، ولكن هذه الألاعيب لا تنطلي على الشعب بعدما عرفهم جيداً. هؤلاء اللصوص سارقي قوت الشعب. وكأنها فكرة موحدة لدى جمهور العراقيين في فيسبوك، باتوا مدركون تماماً أو باتوا مدركين جيداً أن هذا المشروع ما هو إلا مشروع سرقة وطن، وليس مشروع بناء وطن ولا تنمية حضارة ولا خلق بيئة سلمية متعايشة توحد وتساوي ما بين مختلف مكونات الشعب العراقي. الجميع بات يعلم أن المستوى السياسي الموجود حاليا أو التي ستفرزه مسرحية الانتخابات القادمة ما هم إلا وجوه يخدمون أنفسهم ويتناسون العراق عن سبق إصرار وترصد. إلى تعليق جديد. هدى تكتب: شلون دروب هاي؟ لأن شفتوا الناس كلها تنادي بعدم الانتخاب، حطيتوا اسم البعث حتى تقشمرون الناس، بس ترى العراقيين صحوا من الغفوة ودروبكم لعبوها بغير مكان، هو وين أكو بعثي هسا؟ هدى تقول: هذه كذبة لن تنطلي على الصغير قبل الكبير في العراق، بالله عليكم اخلقوا كذبة يعني يكون لها نوع من التعاطف الدرامي، يكون لها نوع من التأثير، تحدث صدمة حقيقية بالشارع، لا أن تقولوا إن حزب البعث يروج ويطالب ويدعو ويحث المواطنين على عدم المشاركة بالانتخابات. ليس هذا فقط، بل يحثهم على القيام بتظاهرات في البصرة، في ذي قار، في بعض المحافظات الأخرى. إن هدى تقول: إن هذه كذبة لن تنطلي علينا وإنكم أنتم الخادعون. إلى تعليق جديد. هاشم يقول: أسطوانة مشروخة خدعوا بها العالم وقشمروهم سنوات، كما اعترض أحد كلما اعترض أحد عليهم قالوا بعثي داعشي ناصبي، اللعبة انكشفت الآن والناس بعد ما تنخدع يا سفلة. على ما يبدو أن هناك حالة من الغضب والاحتقان في الشارع العراقي، وهذا ما تخبرنا به مواقع السوشيال ميديا. الشباب، فئة الشباب تعاني إحباطا كبيرا، بدليل أنهم كلما كشفوا حقيقة من حقائق هذه الألاعيب التي تحدث على الأرض، وكلما علقوا تعقيبا على قضية أو حدث يحدث على الأرض، تجدهم يكيلون الشتائم للمسؤولين، يتهمونهم أو يقولون إنهم سرقة، إنهم لصوص، إنهم إنهم إنهم. وهذا إنما يدل على شيء واحد: فقدان إمكانية إصلاح هذا الرجل السياسي، والعلم المسبق بأنه لص ولن يخدم العراق. إلى تعليق أخير. في هذا التعليق من ليث الليث يقول: هاي النغمة صارت قديمة، صار 15 سنة يا هو اللي يطلع مظاهرات يسموه بعثي ويقولون هاي المظاهرة داعمها حزب البعث، يقشمرون على الغشمة. طبعا يقول إنهم هنا يحاولون أن يفرضوا مثل هذه الأفكار البالية الرثة القديمة غير المقنعة على البسطاء من العراقيين، لكن الأغلبية باتوا على يقين أن هؤلاء ليسوا إلا حفنة من اللصوص، لا يخدمون إلا جيوبهم، وينسون عمدا ويتباهون بالنسيان العراقي وأهله، سيما فئة الشباب منهم. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر. في تويتر هاشتاغ مشكلتنا بالعراق، تعالوا نتعرف على طبيعة هذه المشاكل من خلال قراءة التغريدات. في التغريدة الأولى معا يكتب ماجد: مشكلتنا بالعراق إن المتصدين للمسؤوليات التشريعية والتنفيذية والقضائية 99% منهم من اللصوص والمرتشين وقطاع الطرق وأولاد الشوارع والقتلة. أعتقد مثل هذه التغريدة ليست بحاجة إلى أي تفسير أو إلى أي تعليق، فالمسألة واضحة، وما أراد هذا المغرد أن يخبركم به المفروض أن يكون وصلكم تماما كما أراده. إلى تغريدة جديدة. مروان يقول: مشكلتنا بالعراق كل البلد مشاكل ولا يوجد أمل يلح بالأفق، ولم يتبقى لنا إلا الصبر والاستعانة
بالله. مروان يعكس حالة إحباط الشارع في العراق ويقول إننا فقدنا أمل الإصلاح من البشر ونتمنى من رب البشر أن يكون هناك تدخل إلهي. أذكرك يا مروان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلى تغريدة جديدة. علي عبد الله يكتب: مشكلتنا بالعراق الدولة مليانة فساد من ساسها لراسها. إذن على ما يبدو أن الجميع هناك حالة إجماع في الوسط العراقي أن المستوى السياسي سواء الموجود أو الذي لربما تفرزه أكذوبة الانتخابات ما هم إلا مجموعة من الفاسدين من ساسهم إلى راسهم كما يقول. إلى التغريدة الأخيرة الآن، وكتبها سامر السعدون يقول: مشكلتنا بالعراق لا توجد أي سيطرة على الحدود، دخول غالبية المواد تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري ودخول المخدرات بأنواعها. سامر السعدون هنا يشير إلى ظاهرة خطيرة بالمناسبة وهي عدم ضبط الحدود. تعلمون من الجهات الحكومية التي تقوم على الحدود؟ الرشاوة، الجمارك، إدخال الحبوب المخدرة، السماح بإدخال بعضها، وما يحدث هناك من كوارث لا علم بها إلا الله، وانعكاساتها السلبية وأضرارها لا تعود إلا على المواطن للأسف، فهو المتضرر أولا وأخيرا، أما هم فينعمون. بعد قليل نذهب وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. في المقاطع المصورة من جديد إلى معاناة طائر الفلامينغو في العراق الذي يواصل قتله وسط غياب الرقابة الحكومية. هل من الممكن أن يتسبب الغزال يوماً بجنون الإنسان؟ تلك دراسة أمريكية، تعالوا نتابع تفاصيلها معاً. في العراق جنون الغزلان، حتى وإن ملأ الدنيا طولا وعرضا لن يؤثر، كفى الله العراقيين شر الحكومة وما تسببه لهم من جنون وكوارث. هذا كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل.com، لاحقا نلتقيكم على خير، إلى اللقاء.